الدم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الهبا يمم إلى ضفة النصر ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر تصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم تصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم الناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان عدنا وعاد الانطلاق كما كان نحمل بالراحات روحا وريحانا أذان فينا البربغي إلى العليا شعب أراد العز في العمر ما هانا مر عام أم مضى ألف عام أم جهلنا ولم تدري هان أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري أنا أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم موطني في درب أجدادي كل عام أبتلي أحلام أن النصر لي والخزي للعادي أزداد علما أنني أبني بعزمي موطني في درب أجدادي منتصرون نصر لو كلنا أسرى لو جسدي يذرى فالموت ميلادي ولحن النصر في الشعب غدار جئنا ولحن النصر في الشعب غدار في كل قلب شعّ در ودوار شعب يبيع الروح للعز لا يهوي نور لا كل من
أهلا بكم أحبتنا المشاهدين في هذه التغطية الخاصة من داخل مدينة هيت. الآن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم لتحرير أغلب المناطق في قضاء هيت. هذا القضاء يعتبر من أهم الأقضية في مدينة الرمادي، هو مركز مهم واستراتيجي يتخذ منه الدواعش قاعدة مهمة. الآن نحن برفقة جهاز مكافحة الإرهاب وهو يواصل التقدم في قضاء هيت. كما ترون القطاعات الأمنية الآن باشرت بتحرير هذا القضاء. نحن الآن تحديدا في منطقة البومارعي، هذه المنطقة قبل قليل كان الدواعش يتحصن وسط هذه البساتين، أما الآن فسنتجول برفقة جهاز مكافحة الإرهاب. هنالك عدد من القتلى الموجودين من قبل الدواعش، الجهاز مستمر كما ترون. الآن دبابات إبرامز، لو زميل المصور يأخذ من الدبابات، الدبابات ستتقدم أمام القطاعات الأمنية لتدمير الأهداف المتواجدة. نعم هنالك تقدم كبير لجهاز مكافحة الإرهاب كما ترون مشاهدينا الكرام. لو الزميل المصور يأخذنا اللقطة على الكاميرا الدبابة البرامز، هذه المنطقة كما ذكرت منطقة مهمة واستراتيجية. زميل المصور خلينا نتقدم نشوف جثث الدواعش القتلى. أهلا بكم أحبتنا المشاهدين في هذه التغطية الخاصة من قناة الرشيدة الفضائية. نحن الآن نتواجد في أطراف هيت، هذه المنطقة التي باشر جهاز مكافحة الإرهاب بتحرير هذه المنطقة بعد أن كان داعش يستغلها مركزا مهما واستراتيجيا. من هذه المنطقة وبالتحديد منطقة البومرعي، منطقة المعمورة عفوا، هذه المنطقة في أطراف هيت. معي الآن الملازم سجاد. ملازم سجاد، باشرتم بتحرير هذه المنطقة، هذه منطقة المعمورة. الآن زميلي المصور لو تقدر تاخذ لنا العوائل، العوائل بدأت الآن بالنزوح بعد أن تم تحرير أغلب مناطق. أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بدأوا الآن بإخلاء العوائل من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش. نعم ملازم سجاد، يعني خلي نتحدث أكثر عن هذه المنطقة، تفاصيل هذه المنطقة. نحن الآن في أطراف هيت وبالخطوط الأمامية إن شاء الله. تكلم لنا عن هذه المنطقة. والله هاي المنطقة تقدمنا عليها وواجهنا صعوبات اللي هي قناصين ولا العبوات، بس إن شاء الله جاوزناها وعندنا عزيمة إن شاء الله وإصرار بتحرير منطقة هيت بالكامل. هسه حاليا نحن منطقة المعمورة اللي هي أطراف منطقة هيت، إن شاء الله أيام قليلة وتم تحريرها بالكامل ونحرر العوائل إن شاء الله. إن شاء الله اكو مواجهات، اكو مواجهات صحيح، اكو مواجهات ومعوقات هواي واجهتنا، القناصين، العبوات الناسفه، السيارات المفخخه، وان شاء الله يتم معالجتها كلها بالكامل ان شاء الله. حياكم الله، بارك الله بكم، حياكم الله. شو اسمك؟ سارة. سارة كانوا اكو دواعش هنا؟ ايه. وين كانوا؟ يم المضافة. وين المضافة؟ ذيك قدامنا. قدامنا صار هنا؟ ايه. ايه. شو سووا هنا؟ ضربوا؟ قالوا؟ ايه ضربوا من يمنا. وش قالوا؟ قال ابو عين العارة بعد لا تطلعون. قال لا تطلعون من يمي. قال بعد لا تطلعون. إيه. شكرا لك أبو محمد، أولا الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم، بارك الله بكم، ما قصرت. أنتوا منطقة المعمورة بأطرافي. نعم. شلون كان وضعكم؟ والله وضعنا سيء جدا. ما يعني من ناحية المذلة ذلينا، ذلونا مذلة وجوع وبدون كلا كهرباء لا ماي. خلونا يعني نقص خدمات ماكو، محاصرين داخل البيوت، خلونا عوائل جدهم يعني يريد يخلونا جدهم هم يمشون ورانا. شلون تعاملهم وياكم؟ تعاملهم ويانا سيء الى ابعد الحدود. حتى المسواق اذا يريد يروح يسوق من المدينه مراقبين، مذله، ما يريدون لا نطلع ولا نفوت. يتهمونكم مثل ما ذكرت انه تتعاونون ويا الشرطة. نعم، كانوا يقولون انتم مساعدين للقوات الأمنية، مساعدين للشرطة، مساعدين للصحوات، انتم تشتغلون من ضمن المرتدين بداخل الولاية. هذه ذكرتوا اكو مضافات كانت هنا ومفارز. نعم، كانوا هاي مقابلنا، هاي المضافة، هاي بهذا المجتمع كانوا موجودين
ومتواجدين بداخل بساتين وحفره وملاجئ وحفره خنادق. الان جهاز مكافحه الارهاب بدا بالتدخل السريع لاجل الدخول الى مدينه هيت ووصولا الى مركز المدينه بعد ان قام طيران التحالف وكذلك طيران الجيش بقصف مواقع داعش. الان جهاز مكافحه الارهاب بدا بالتدخل، كما تسمعون الان طيران الجيش بدا بالقصف والقوات بدات على الارض بالتحرك لمحاصره الاعداء ومحاصره داعش ومن ثم الانقضاض على مركز المدينه. ما زلنا معكم في هذه التغطيه مستمرين. اذا الزميل المصور يقدر ياخذنا لقطات الطياره الان، طيران الجيش العراقي بدا بالهجوم، الان طيران الجيش العراقي بدا بالهجوم، زميل المصور يقدر ياخذنا اياهم. والقطعات على الارض الان بدات بالتدخل. هذه الخطه اعلن عنها قبل قليل، هي خطه هدفها مباغته العدو وكذلك مفاجاه العدو. العدو لم يكن يتوقع ان تقدم هذه القوات من هذا الاتجاه. الان بدات القوات بالتحرك وطيران الجيش بدا بمعالجه الاهداف. ما زلنا معكم أحبتنا المشاهدين في هذه التغطية. سيادة الفريق، اليوم نريد نعرف تفاصيل أكثر عن معركة هيت. هذه المعركة مهمة جدا، الأنباء تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المدنيين، وموقفكم العسكري حاليا وين وصلتوا بالضبط؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أقل من 5 دقائق أوجزناكم في غرفة العمليات على الخريطة، والآن نوجزكم بالفضاء إن شاء الله. البارحة أمننا تماس مع الحافة الأمامية للمدينة، واليوم جاي تستعد قطعاتنا لاقتحام مركز المدينة، وإن شاء الله راح يكون هذا الاتجاه غير متوقع بالنسبة لهم، وإحنا دائما نفاجئهم بأساليب جديدة. قطعاتنا في حالة حركة باتجاه النقطة اللي راح ننفذ لها لمركز المدينة، واخترنا موقع أقل ما يمكن من تواجد للمدنيين، يعني هم تركيزهم بهذا المكان، ولذلك راح نضربهم من النقطة الأقوى بالنسبة لتواجدهم والنقطة الأضعف لتواجد المدنيين، حتى هذا يأمن لنا حرية استخدام أسلحتنا المباشرة وغير المباشرة حتى نجنب المدنيين من الإصابات. إن شاء الله بالنسبة للمدينة تحريرها أصبح قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله. وجود المدنيين، وجود المدنيين، إحنا من ندخل إلى داخل المدينة راح من خلال نداءات، من خلال المصادر اللي الآن موجودة مع المدنيين، راح نوجههم باتجاهات آمنة، باتجاه طرق سالكة للحافة الأمامية لقطعاتنا، ومن ثم يتم إخلاءهم أو عزلهم بشكل وقتي لحين ما ننهي عملية تفتيش المنطقة وطرد داعش من عدها أو قتلهم، وبالتحديد راح تكون العبارة الثانية هي الأصح، لأنه اتقطعت كل أوصالهم الآن. النهر اللي كانوا ممكن أن ينجون بأنفسهم من عند الوسائل اللي موجودة، الزوارق والعبارات دمرت ليلة البارحة، وكذلك جسر المشاة أيضا دمر، أصبح مصيرهم الموت إن شاء الله. بالنسبة لهم ميت راح يصير قسم ظهر إن شاء الله. تحياتي لقناتكم والمشاهد الكريم وقناة رشيد سباقة، كانت معنا في أغلب معارك الأنبار. القطعات الآن قطعتنا على مدخل مدينة هيت بعد أن تم تطهير قرية مهمة هي اللي هي كانت بين منطقة الكباسة وهيت اللي هي المدخل الجنوبي لقضاء هيت، اللي تمكننا من تطهيرها وقتل مجموعة من الإرهابيين والسيطرة على أسلحتهم وعجلاتهم والاندفاع باتجاه مديرية المرور. والآن القطعات على مداخل المدينة، وإن شاء الله الساعات القليلة القادمة راح إن شاء الله الأخبار تكون طيبة بتحرير قسم من هيت والاندفاع إلى مركز هيت إن شاء الله. طيب، فيما يخص موقف المدنيين، تواجد المدنيين،
قبل هذا احنا ما اتطرقنا الى أهمية هيت بالضبط بالنسبة لنا وللعدو، هي منطقة مهمة لها حلقة توصل بين الأحياء بين النواحي الغربية ومركز محافظة الأنبار الرمادي، وأيضا باتجاه الجزيرة اللي يمكن تمتد حتى باتجاه الموصل، تعتبر عقدة مواصلات، تعتبر منطقة حيوية مهمة. إذا إن شاء الله إذا تم تحريرها تكون الضربة القاصمة للإرهابيين في هذا القاطع بالكامل واللي هو غرب الأنبار. المعضلة الرئيسية معضلتين واجهتنا بصراحة، هي معضلة طبيعة المنطقة اللي كانت معقدة بشكل ما كنا نتصوره لهذه الدرجة، بصراحة أثر على حركتنا حددنا، لكن إن شاء الله الوسائل المتاحة إنه سهلت عملياتنا. أيضا المعضلة الثانية هي معضلة الأهالي المدنيين، وهي طبعا تعرف مواطنينا وعوائلنا وأهلنا، لا يمكن استخدام الأسلحة إذا ما تأكدنا المنطقة خالية من تواجد المدنيين. يعني هسه الآن الأهداف قد نتأخر في تنفيذها بسبب تواجد المدنيين، الآن تم الإعاز لهم بواسطة وسائل الإعلام والإمكانيات المتيسرة، أن وجهناهم إلى ممرات آمنة وإلى مناطق وإلى توجيهات نطلب من إخواننا وأهلنا فيه أن يتقيدون بها ويساعدون القطاعات حتى نتمكن من وصول لهم بأسرع وقت والقضاء على الزمر الإرهابي. نحن لا نحزن ومنا عطاء الدم. نعم أحبتنا المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية لليوم الثاني على التوالي. بالأمس جهاز مكافحة الإرهاب استطاع تحرير عدد من القرى في مناطق غرب هيد في منطقة المعمورة وغيرها، أما اليوم فبدأت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب كما ترون بفتح طريق آخر للدخول إلى منطقة هيد، كما ترون من خلف التل الآن قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب بدأت بالتقدم وتطهير الطرق من أجل الدخول إلى المناطق التي يروم الجهاز الدخول إليها وتحريرها. الآن عملية التفاف من خلف التل وبعدها إيجاد منفذ للدخول إلى المدينة. مستمرين معكم في هذه التغطية. حياكم الله يا أبطال. أولاً يعني اليوم بديتوا بمنفذ آخر ليجي الدخول إلى هيت، اعطيني الموقف العسكري حالياً والمناطق اللي إحنا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح اليوم إحنا عدت طرق يعني عدة، فاليوم الحمد لله وشكر تم يعني لقينا ثغرة الدخول على منطقة هيت، والحمد لله وشكر يعني حنحاول دخول المنطقة هيت نحررها بالكامل من عناصر داعش. واحنا جهاز مكافحة الإرهاب الفرقة الذهبية الحمد لله وشكر يعني تقدم عندنا نحرر جميع مناطق العراق، وان شاء الله الرماد يعني خلصت والمناطق هيت المناطق الشرقية خلصت، وان شاء الله نحاول نتقدم للامام ان شاء الله. السلام عليكم حياك الله. والله موقف جيد، معنوية عالية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسيد الله فيك. الله يحفظكم ويبارك فيك. مثل ما جاي اشوف انت حضرتك طوقنا هيت هسه من كل الاتجاهات، هسه هي هيك محاصره زين، ابعد ما ابعد حي هو هذا حي هذا راح نطلبه منك عند الخلف، عندنا قطاعات هناك وقطاعات هناك، بس اللي جاي تعيقنا هي العوائل. اي عوائل استخدموا العوائل ما هي هاي شوي جاي وجاي، احنا هسه نطول بها العمليه على مود العوائل. يعني ما حاولتوا تفتحون قد ممر للعوائل حتى لحد الان هم العوائل عندهم. أقل ساعة إن شاء الله حلو. نحن الآن في الخطوط الأمامية معي المقدم ركن مهند آمر الفوج الأول. مقدم ركن مهند، أولا حياكم الله وعاشديكم على المسافة اللي قطعتوها اليوم، شنو الموقف العسكري وحاليا وين إحنا بالضبط؟ أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم تطهير منطقة المعمورة اللي تبلغ مساحتها أكثر من 3.5 كيلو طول بالإضافة إلى عرض 1.5 كيلو، تم تطهيرها من قبل قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب. حاليا تم بالإضافة إلى ذلك تم تأمين طريق استراتيجي، طريق وكذلك تم تأمين طريق بين كويسة وهيت. حاليا احنا بعملية التفاف حول قضاء هيت، احنا على مسافة اقل من 500 متر ان شاء الله سوف ندخل مركز القضاء. إذا عندكم معلومات حول وجود مدنيين في المدينة؟ أكيد قضاء، لأن أغلب المناطق اللي تم تحريرها سابقا من قبل قطعاتنا كيان داعش الإرهابي استخدم
أهالي الأنبار بشكل عام كدروع بشرية حاليا متحصنين بقضاء هيت. إن شاء الله مثل ما تعاملنا وياهم بالمناطق اللي تم تحريرها سابقا وتوفير توفير ممرات إن شاء الله آمنة إن شاء الله خلال دخولنا سوف يتم إخراجهم وإجلاهم إلى المناطق اللي تم تحريرها سابقا من قبل قطاعاتنا. سيادة العميد اليوم يعني نرافقكم كذلك في تحرير هيت هذه المدينة المهمة اليوم، الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة بالنسبة لكم وكذلك لعناصر داعش. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف هيت هي تقع في عالي الفرات غرب مدينة الرمادي بعد تحرير مركز مدينة الرمادي من قبل قطعات جهاز مكافحة الإرهاب. توجهت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب باتجاه غرب الرمادي، حررنا أكثر من 7 مناطق تباعا ابتداء من منطقة الزنقورة باتجاه وآخر منطقة كانت هي المحمدي، حاليا هي وجهتنا باتجاه هيت. خلال هذا التقدم أصبح تنظيم داعش عاجز عن صد تقدم القطعات باتجاه المناطق الغربية واستحوذنا على هذه المناطق اللي ذكرتها. حاليا احنا نفرض طوق كامل على هيت، بدأ الطوق من امام المستشفى الجديد وبعدها المرحلة الثانية كانت في قرية المعمورة وتم السيطرة على قرية المعمورة وهو خط الصد الاول لتنظيم داعش الارهابي. حاليا قرية المعمورة هي تحت سيطرة قطعات جهاز مكافحة الارهاب. اليوم توجهنا من الجهة الاخرى باتجاه هذه المنطقة اللي حاليا نتواجد بها اسمها تلال المرج ووادي المرج. هذه بعد اكمال هذه المناطق والصعود باتجاه السكة والشارع عام احنا حاليا على مقربة 500 متر من عنده، سوف نقطع خط الامداد الرئيسي باتجاه منطقة الدولاب وزخيخة. حاليا احنا نتواجد بالضبط امام معسكر هيت غرب هيت باتجاه ناحية البغدادية. اهمية هيت الاستراتيجية مثل ما ذكرت لك هي حاليا تعتبر المعقل الاخير لتنظيم داعش الارهابي، المعقل الاخير لاغلب قادة التنظيم تركزوا هنا بعد اكمال مركز المدينة والمناطق اللي ذكرتها. اغلب القادة متواجدين ترتكز على نهر الفرات خلفه ويوجد جسر واحد، هذا الجسر تم قطعه مسبقا من قبلهم بالتخريب وصلحوه، كان معبر لإمداداتهم وحاليا تم ضربه من قبل طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي. حاليا قطعنا الإمداد بحي البكر اللي هو يقع خلف النهر ضمن جزيرة هيت أو الجزيرة منطقة الجزيرة. الناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان، عدنا وعاد الانطلاق كما كان، نحمل بالراحات روحا وريحانا، أذان فينا البربغي إلى العليا، شعب أراد العز في العمر ما هانا. مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري، هان أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. نعم احبتنا المشاهدين، ما زلنا معكم في
في هذه التغطية الآن عجلة مفخخة تستهدف القطعات الأمنية، لكن جهاز مكافحة الإرهاب قام ب الآن هو يتصدى للعجلة المفخخة كما ترون. الزميل المصور يأخذ من العجلة المفخخة. الآن الطائرة تعالج العجلة المفخخة، وكذلك أبطال الجورنيت قاموا بإيقاف هذه العجلة. هي الآن تحترق، كانت تحاول استهداف القطاعات الأمنية، لكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب استطاعوا التصدي لها، وكما ترون بالصوت والصورة الآن تم التصدي لهذه العجلة. هذه واحدة من أساليب داعش الآن قام بإرسال السيارات المفخخة على قطعات الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت أستاذ رشيد قبل قليل، حاولت أحد عجلات داعش الإرهابي التقدم إلى قطعاتنا، بس الحمد لله وشكر جماعة الجورنيت عالجوها قبل ما توصلنا، وهذا مثل ما جاي يشوفها حاليا جاي تحترق، راح تنفجر بعد دقائق. حياكم الله. حياكم الله. الله يخليك. الله يعزك.
الصبر. هم ريح الهم شراع الهبا يمم إلى ضفة النصر. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر. رغم ريح الهم شراع الهبا. خلال عملية اقتحام مركز قضاء هيت تم العثور على موضع الرصد مالتهم اللي جاي اشوفه حضرتك. خلينا فوق الشجرة مخلينا بالشجر حتى يرصد قطعاتنا الأمنية وهذا الدرج اللي يصعد عليه. بالإضافة لذلك مخلين عبوات هنا جريكانات. هاي جريكانات مخلينها للاقتحام. نعم مشاهدينا كما ترون الآن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب استطاعوا الدخول إلى هذا الموقع. هذا الموقع كما ترون هذه عدد من الجليكانات. نعم بالإضافة إلى ذلك هاي الأعتداء مالتهم اللي تركوها ولاذوا بالفرار أمام تقدم قطعاتنا إن شاء الله. وإحنا متقدمين إن شاء الله نحو المركز حتى يتم تطهيره بشكل كامل من قبل قطعاتنا. لا نسأل النصر متى فالنصر بالله كل عام لو مضى نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة. لا نسأل النصر متى فالنصر بالله أتى والأمة الحرة. منتصرون إنا وصامدون كنا وثابتون عن ناس القطرة. ومثل ما تشوفون في أخرى منطقة هيت حاليا نحن منطقة هيت دخلنا هيت والحمد لله وشكر ما أعطينا أي خسائر والحمد لله مسيطرين إن شاء الله بنطهر بالبيوت ونباشر ونصبر كمان. وعاد الانطلاق كما كان نحمل بالراحات روحا وريحانا. أذان فينا البربغي إلى العليا شعب أراد العز في العمر ما هانا. الرعام أم وضاء ألف عام أم جهلت ولم تدري آن أن تعلم. وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري آن أن تعلم. وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. شهداء سجلاء قرها والله لا نهزم. انتصروا شهداء سجلاء قرها والله لا نهزم. ان شاء الله مثل ما تشوف اصابات داعش التكفيريه بداوا بالفرار من مداخل هيت. هذا اول مداخل هيت من جهه الشرق مالتهم طبينا من عليهم ثم جاي تشوف وطلعوا بالفرار. وهذا تشوف مالتهم ما تقدر تشوفه هنا. كانوا يستخدموها الوسائل القنص مالتهم وهي هاي البيوت الرئيسيه اللي كانوا يحاربون من عندها عصابات داعش الجيش والعوام. خاليا انتخذت هذا الموقع كقناص تمشيط المنطقه مثل ما تشوف. بعد اكو عوائل اذا تشوف هاي الرايات اللي معلقين اياها العوائل هم كانوا محتجزين هنا عند عصابات داعش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الموقف جيد ومسيطرين والحمد لله والشكر. ان شاء الله المعنويات عاليه مثل ما تشوفون قطاع جهاز مكافحه الارهاب حاليا على دخلنا هيت والحمد لله ما واجهنا اي صعوبات. صح مقاوم بس ما تعتبر عندنا مقاومه ان شاء الله لان مرينا مواقف اصعب من عندها ان شاء الله كل سهل. حياك الله. حياك الله. ولحن النصر في الشعب هالدار في كل قلب شع در ودوار. شعب يبيع الروح للعز لا يهوي والعار والخزي إلى كل من شهداء سجلاء نعم مشاهدينا كما ترون الآن بعد أن وصلت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب إلى هذا المكان وبدأت بفرض السيطرة على هذا المكان الآن أبطال الفوج الأول قاموا بتهيئة الظروف لاستقبال عدد كبير من العوائل النازحة من داخل قضاء هيت. هذه العوائل التي كان تنظيم داعش يحاصر هذه العوائل. مقدم مهندس السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم حصل نشوف أعداد كبيرة من العوائل بدأت استقبالها وتهيئة الظروف لها.
الحمد لله والشكر. خلال عملية الاقتحام مركزية تم نزوح العوائل باتجاه قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، مثل ما جيت لها حضرتك احنا جاي نوفر لهم الممرات الآمنة إن شاء الله حتى نقدر نخليهم إلى مناطق آمنة اللي تم تحريرها سابقا من قبل قطاعاتنا باتجاه مناطق البطيبان ومناطق الزنقورة ومناطق المحمدي. حاليا جاي نوفر لهم كذلك عجلات، ووفرنا لهم مأوى وكذلك مستلزمات الطبية والغذائية، لأن تدري هذول كيان داعش كان مستخدمهم كدروع بشرية حتى لا تتقدم قطاعاتنا، بس الحمد لله وشكر خلال خبرتنا وخلال تدريبنا قدرنا نخلى هاي العوائل ونطلعها إلى ممرات آمنة. نعم، كما ذكرت حبة المشاهدين، أبطال الفوج الأول الآن قاموا بتهيئة الظروف لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من العوائل التي كان تنظيم داعش يحاصرها داخل هيت. كما ترون العلم العراقي يرفرف كإشارة لقدوم هذه العوائل، وأبطال الجهاز الآن قاموا بالاستعداد لاستقبال هذه العوائل. حاطين هواناتهم يضربون على الناس، وذول الناس موتت هناك جد كم واحد، بعد جو بعدهم جو البلوك وبيوتنا راحت والمدرسه بعدهم. اي والله، والله يحميكم وينصركم يا رب ان شاء الله. عايشين بالظلم يا خي، بالظلم. ذبحهم من ابن اختي ملاذ مول، ذبحوه من عمتي، ذبحوهم ذبحوهم كلهم ذبحوهم يا خي بعضهم. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، سقى نخلة الصبر ريح الهم، شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم، شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر. قاصرون شهداء سجناء غرباء، والله لا نهزم. والله جنا عايشين بمأساة، والله العظيم شفنا الويل من طبونا دم، والله نحن تلزل من البارحة همدانة همد. والله الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله، الله يسلمك، الله ينصركم، الله يحفظكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ان شاء الله، الله الله ينصركم ان شاء الله. كنا بأمان وهسه انا شفنا الضم والهضم، والله الليل ما نامه، والله والله الليل ما نامه. الحمد لله على السلامة. سلمك يابا، يابا نعطكم على روسنا، يابا ولادنا، يابا ينصركم ان شاء الله على العهد الظالم. الحمد لله على سلامتكم. والله الضيم حامنا، ما جرانا البحر، البحر حامنا ثلاثة، بحر العصا رد. الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. والله اليد عماية، الله عايش 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 عايش. أوه بالنار كليتنا، واليد البحر راح من يد المغرب. الله يسلم، الله ينصركم إن شاء الله. مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري أنا أم تعلم، وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. هلا بيهم يا يما، جينا نمشي عليهم من النار كذا ما وصلنا. الحمد لله على السلامة، الحمد لله. يلا قوم قوم قوم، يلا يلا الحمد لله على السلامة. يلا 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 ي
السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك ويعافيك. كيف انتم بالضبط؟ احنا كنا بحي يمينه. زين، شنو الاوضاع اللي موجوده؟ الاوضاع الدواعش كلهم انهزموا، حي يمينه هسه فارق. زين. يعني الجيش يقدر يدخل بكل راحه. اعدادكم هواي؟ اعداد والله هواي، هاي شوفت عينك وهاي الناس. ناموا 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 البدو ناموا ناموا. نعم مشاهدينا، كما ترون الآن عصابات داعش بدأت بضرب هوانات على العوائل وعلى القطاعات الأمنية التي قامت باستقبال العوائل. كما ترون الآن تم تأمين للعوائل لأجل عدم استهدافهم من قبل الدواعش. للسيارة 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 حيدر. نعم أحبتنا المشاهدين، كما ترون الآن نحن متواصلين بهذه التغطية برفقة جهاز مكافحة الإرهاب. هذا المكان هو كان أحد الأماكن المهمة التي كان تنظيم داعش ينطلق منها لقيام بعملياته في هيت. مقدم مهند، هذا واحد من الأماكن المهمة اللي كان تنظيم داعش يعني يسيطر عليها ويتخذها لانطلاق من عملياته. بسم الله الرحمن الرحيم، حاليا تم اقتحام مركز قضاء هيت بشكل كامل من قبل قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب. نتواجد احنا بحي المعلمين بالإضافة إلى جهة اليمين حي أمينة والمجمع السكني. حاليا تم تطهيرها بشكل كامل، تم قتل العديد من عناصر داعش الإرهابي بالإضافة إلى هروب بقية الجرذان داعش بالضفة الثانية من ناحية أو قضاء هيت. الله يبارك فيك. الله يخليك. نعم مشاهدينا، كما ترون يعني الدواعش هنا في هذا المكان تركوا أغلب عجلاتهم وتركوا أغلب البيوت التي كانوا يتحصنون بها بالإضافة إلى الأسلحة التي كانت معهم واتجهوا بناحية الشط. الآن القوات الأمنية ستمسك هذا المكان وستقوم بتطهير المنازل منزل بعد منزل. كما ترون الآن أمامي لو زميل مصور يعني يأخذنا المسجد الإيمان، هذا مسجد وكذلك دار الحديث في هيت، هذا واحد المساجد المهمة في منطقة هيت وكذلك هو دار الحديث في هيت. هذا كان خاضع لسيطرة داعش قبل وصول أبطال جهاز مكافحة الإرهاب إلى هذا الموقع.
نعم مشاهدينا، كما ترون الآن الطائرات بدأت بمعالجة بعض المفارز التي تتحصن فيها عصابات داعش. هذا كما ترون أمامكم هذا الانفجار، الطيار قبل ثواني قليلة قام بظرف هذا المكان. هنالك بعض المفارز منتشرة في هذا المكان وهي تحاول استهداف القطعات الأمنية، لكن جهاز مكافحة الإرهاب ما زال مستمرا بالتقدم كما ترون هذا الاستهداف. بعض المفارز هنا وهناك، لكن الآن القوات الأمنية تحاول بسط السيطرة في هذا المكان. هنالك أنفاق تحت الأرض، هنالك المنازل بعضها مفخخة، لكن ما زلنا معكم في هذه التغطية لحين إكمال تحرير هيت في الكامل. نعم مشاهدينا الكرام، كما تسمعون الآن هنالك بعض المفارز لعصابات داعش تقوم الآن بمحاولة الهجوم على القطعات الأمنية، لكن جهاز مكافحة الإرهاب والأبطال الآن يستمرون بالتصدي لهذه العصابات. نحن الآن نقوم بهذه التغطية صوتا وصورة لعملية الهجوم على القطعات الأمنية. الأبطال الآن يقومون بالتصدي لهذه العملية كما ترون. لو الزميل المصور يأخذ من القطعات الأمنية وهي تتصدى لعصابات داعش، زميلنا المصور أخذ من القطعات. هي مالتنا سيدي، مو مال ال 73 مالتنا. هي مالتنا. لا تجي مال الضرب الضياء أفضل والله. قريبة حساب الكيلو. هاي السيارة فارغة، صدر فارغ والله. Thank you.
بعد أن شاهدت جهاز مكافحة الإرهاب بسط نفوذه على أكثر من منطقة هنا، تم تحرير هذه المناطق. الآن العوائل بدأت بالنزوح من هذه المناطق كما ترون على امتداد هذا الشارع الذي يربط المناطق المعمورية بمنطقة هيت. بدأت العوائل الآن بالنزوح لأجل الوصول إلى القطاعات الأمنية التي باشرت هي الأخرى بفتح ممرات آمنة لهذه العوائل من أجل الوصول. والآن قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب بدأت أيضاً بإخلاء العوائل بما تملكه من سيارات، قامت بإخلاء هذه العوائل لأجل نقلها إلى أماكن آمنة من أجل تأمين هذه العوائل، وباشرت القطاعات الأخرى بالتقدم صوب منطقة الشاطئ وهو الحد الفاصل بين القطاعات الأمنية والعناصر الداعش المتمركزة هناك، حيث يقوم الآن الطيار وربما زميل المصور يأخذنا لقطات الطيار وهو يقوم بمعالجة بعض الأهداف للعناصر المتمركزة خلف منطقة الشط. أما هذا المكان فقد أصبح آمنا بالكامل. سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم، شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر. ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم. ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم. الناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان. عدنا وعاد الانطلاق كما كان. نحمل بالراحات روحا وريحانا. أذان فينا البربغي إلى العليا. شعب أراد العز في العمر ما هانا. مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري آن أن تعلم. وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري آن أن تعلم. وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري. ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم.